دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، دعا أوروبا إلى الوقوف إلى جانب الضحية ضد الاحتلال في التعامل مع القضية الفلسطينية واتخاذ موقف محايد. تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جاءت خلال استقباله لأضخم وفد برلماني أوروبي يزور قطاع غزة لتفقد آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير. وفد رفيع المستوى للاطلاع على أوضاع غزي تضع إسرائيل أمام تحسينها ألف عائق وسد. 41 برلمانيا من 15 دولة أوروبية بينهم رؤساء برلمانات يزورون قطاع غزة برئاسة نائب البرلمان الأوروبي لويزا مورغانتيني لمهمة يبدو طريق نجاحها محفوفا بمصاعب لا تحصى ولا تعد، وضع حد لانتهاكات إسرائيل وجرائم فاقت كل حد. على أوروبا أن تفعل المزيد، خيار سياسي أقوى هو تقول لإسرائيل أنها لن تحسن علاقاتها معهم إلا إذا ما احترموا حقوق الإنسان والقانون الدولي. يكفي، أعتقد أن إسرائيل يجب أن تحاكم أمام المحكمة العليا الدولية، لأن إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة فوق القانون. لا حيلة لمن يحل بغزة في أن يتلقى صدمة هول ما يرى من دمار في منطقة جحر الديك وسط القطاع. سمعوا الكثير الكثير عما عاناه وما يزال يعانيه الغزي، ذات الحكايات سمعوها في الشمال أيضا، حكايات لا تدع مجالا إلا للذهول والاستنكار. وفي خيمة في مقر المجلس التشريعي المدمر طالبهم النواب الفلسطينيون ببذل المزيد لفضح جرائم إسرائيل وسرعة رفع الحصار. لا يعقل ما رأيناه، شاهدنا على التلفاز الكثير، لكن أن ترى بأم عينيك شيء آخر. الناس بلا مأوى، إنه احتلال يجب أن ينتهي بالعودة إلى حدود عام 67 ووقف الاستيطان وكل شيء. تدفق الوفود يشد من أزر الغزيين ويمنحهم ولو بصيص أمل في أن يستجيب العالم لنداءات استغاثاتهم بعد أن ينقل إليه الزائرون ما يرون ويسمعون من وضع مأساوي يئن تحت وطأته الغزيون. الشعب ليس فقط في غزة يستحق أن يعيش بسلام وازدهار اقتصادي وإعادة إعمار. كل هذا الدمار الهائل آمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي ماليا كما فعل في الماضي. وفد اليوم هو الأكبر من بين الوفود، يوم الأربعاء يغادرون ووجهتهم الضفة الغربية وإسرائيل، محملين بالعديد من الرسائل من الغزيين. تتعدد الوفود، تتنوع المستويات وتختلف التسميات، ويبقى الهدف واحد، الاطلاع على هول الدمار وحجم المعاناة. الغزيون يقدرون ويشكرون، والأوروبيون لاعبون رئيسيون، فهل تسخر هذه الزيارات لإعادة الحياة لغزي منذ زمن لم يذق طعم الحياة؟ لنا شاهين لنيل.